لنا بهالأمسية هي حتى يفرحوا قلوب الناس، حتى يشعروا الناس انه ما بقى في ارهاب بهالبلد، لا بهالبلد، لانه عانى 7 سنوات ويكفي معاناة. كل شيء بينعمل من اجل السوريين، لان السوريين بيستاهلوا ينعمل كل شيء مفرح لقلوبهم، كل شيء يساعدهم لحتى يطلعوا من 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 هالحزن اللي هن فيه. طبعا بهالمناسبه بنعايد كل السوريين، بنعايد الجيش العربي السوري، بنترحم على الشهداء، وبنتمنى للمرضى الشفاء. نحن باعيادنا بس نكون فرحانين، كتابنا المقدس والانجيل الشريف بيقلنا انه نرتل، واليوم نحن مجتمعين للرتل لربنا المولود بمغارة. نتمنى ومنصلي لإله من خلال تراتيلنا، ومنقول له يا رب ساعدنا جميعا، خلينا ايد وحدة مثل ما كنا ومثل ما نحن، وان شاء الله بهالايد الوحدة والهمة الوحدة نقدر نرجع نعمر بلدنا، وترجع بلدنا حلوة، ويعم السلام ببلدنا، ومن بلدنا ننشر السلام لكل العالم. نحن اليوم بهالزمن المبارك يلي عم نعيش فيه فرح الميلاد، عم يتزامن فرح الميلاد اليوم بفرح انتصارات العربي السوري يلي عم بيسطرها، والحقيقة اليوم الفرح هو مضاعف بفضل وهمة حماة الديار يلي عم بيخلونا نشعر بالأمن والأمان، ويلي بفضلهم نحن اليوم متواجدين بهالكنيسة وعم تشوفوا هالأجواء الحلوة يلي هن بعوض الفضل الأول والأخير لإلهم، هن على خط النار بفضلهم نحن اليوم موجودين، ونحن اليوم عم نقدم رسالة، رسالة الفرح والسلام لكل أنحاء العالم، تنقول أنه نحن شعب بحب الحياة. الأمسية هي واحدة من عدة فعاليات قامت فيها الكنيسة بهالعيد بهالميلاد بهي السنة. حقيقة من الملاحظ كان الأوضاع الصعبة اللي كانت عايشة فيها بلدنا، والحمد لله قدرنا نتجاوز الظروف بكتير، الناس مشتاقة للعيد. الميلاد هو عيد المحبة، الحقيقة المحبة اللي هي معنا فكرة بعقول الناس، وإنما هي بتظهر بحياتهم. نحن إذا كنا عم نحتفي اليوم بهالمناسبة فعيوننا وقلوبنا شاخصة باتجاه شباب أشداء رجال، لولاهم ما كنا اليوم نحن موجودين عم نحتفل بأي شيء. هالرجال الأشداء هن سبب خلاصنا من الإرهاب. بحلول عيد الميلاد يحل السلام على سوريا الحبيبة، على كل شعبها، ونرجع ننعم بسلام حقيقي.